والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيداتي سادتي الحضور الكريم، تحية طيبة مفعمة بالمحبة والتقدير إلى كل الحاضرين، إلى كل من لبت دعوة الحضور والمجيء والتنقل والسفر ليشهد معنا هذا الحدث الثقافي الهام الذي تنظم جمعية العناية للعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي بهذا الفضاء المؤسس الجميل مركز الثقافي الإدارة. أيها الحضور الكريم، نحن في العناية لنا رغبة جامحة في ركوب قارورة التنمية الثقافية، وأن نكون جنودا مجندا خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حتى نساهم جميعا في جعل الثقافة دعامة وركيزة أساسية للتنمية. ولنا طموح في تكسير مجموعة من الأرقام من أجل المساهمة في الرقي بالشأن الثقافي بجهتنا، جهة الديبارتمان القنيطرة. ولنا ولله الحمد برنامجا طموحا يدخل عند البعض في باب المستحيلات أو السهل الممتنع، وهذا ليس غرورا منا بل هو إيمانا منا بقدراتنا وطاقاتنا وتواجدكم معنا. لهذا على عاتقنا جميعا مكتبا ولجانا أمانة علينا أن نكون قدرة المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، لأن يعني الطموح كبير والهدف واحد، وتعاونكم معنا نكون مساهمين جميعا في هذه القاعدة إن شاء الله. وحتى لا أطيل عليكم، أود أن أختتم كلمتي بالشكر الجزيل، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكر مجلس مقاطعة أكلان في يعني على قبول طلب تنظيم هذه الأنسية الجميلة بهذا الفضاء الجميل. والشكر موصول لإدارة المركز الثقافي وعلى رأس السيدة المديرة وكافة الأطر العاملة بجنبها، وإلى التقنيين الذين يعني أعطوا جمالية لهذه القاعة. شكر للشاعر محمد المدي على ثقته في العناية واختيارها لتشرف على أول توقيع منجزي إبداعي عيون الكنابيب، والذي بالمناسبة نتمنى له مزيدا من التألق والعطاء والاستمرار لإغناء الخزانة العربية من مزيد من إنجازاته، وأن يكون إن شاء الله الآخر منجز، وسيكون يعني هناك إصدارات إن شاء الله في المستقبل. والشكر كذلك موصول للأستاذ البشير بالفقيه الذي سيقدم لنا ورقة نقدية في هذا المنجز الإبداعي، فله الشكر الجزيل على يعني مشاركته الإيجابية. والأستاذ الشكر كذلك الأستاذ هامي شويكا رئيس هذه الجلسة على يعني قبوله كذلك دعوة الانخراط في هذا النشاط أو هذا التوقيع الجميل. والشكر للأستاذة وليا الوزان التي جاءتنا كذلك من المنطقة لتقدم لنا الشهادة بحق هذا المنجز. والشكر للأستاذ محمد الملواني والأستاذ المدني الطيب العالمي على يعني مشاركتهم الإيجابية معنا. شكر للفنانين العزيزين علينا جميعا، الفنان مولاي احمد الطبري والفنان محمد بديع على مشاركتهما يعني معنا في هذا اللقاء. دون ان ننسى الاعلامي الجميل عبد الكبير النافوري اللي يعني يقوم بمجهودات كبيره يعني خدمه لتقنيه معظم الاحداث الثقافيه التي تعرفها، ليس فقط من جهه رباط صدر القنيطره ولكن على ربوع يعني الوطن الحالي. والشكر للسيد محمد الامين بالحاج والى كافه الحضور بدون استثناء. شكر لكل الشعراء والشواعر الذين جاءوا يعني من كل فج عميق ليشهدوا معنا هذا الحدث. شكر لجميع الحضور، كل بصفته ولقبه، اعلاميين، جمعويين، ثقافيين، شعراء، يعني باحثين، اساتذه، لكم منا كل الشكر. واعتذر ان استهوت عن اي اسم ولم اذكره يعني، فكلكم في القلب جميعا ومرحبا بكم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون عند حسن الظن للجميع خدمه لتقابل المثقفين. فالعنايه كما قلت هي جمعيه، من لا جمعيه له، نحن نرحب بجميع، ونقول ان العنايه ترحب بجميع المبدعين والمبدعات. نحن رحنا اشارتكم ونتمنى لكم فقرات ممتعة وماتعة مع برنامج هذا اللقاء، وحياكم الله جميعا والسلام عليكم.